السلام عليكم. يعتبر بعض المتصفح متصفح جوجل كروم أكثر أمانا من متصفح فايرفوكس كما تشاهد معي في هذه المقال، وقد اعتمدوا في خلاصتهم هذه على مجموعة من المعايير، من أهمها أن ميزة العزل في متصفح فايرفوكس أو ما يعرف بالساند بوكسين تعتبر ضعيفة جدا، وبالتالي لا تقدم الحماية المرجوة منها للمستخدم. كما لا ننسى بأن جوجل كروم يعتبر من أسرع المتصفحات المشهورة وأكثرها استخداما كما تشاهد معي في هذه الإحصائيات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يوجد متصفح شبيه بجوجل كروم مبني على نواة كروميوم وخالي من خدمات التجسس الموجودة في جوجل كروم؟ والجواب هو نعم، الحل فيما يعرف بالآن جوجل كروميوم. فما هو هذا المتصفح وكيف يمكنك أن تستخدمه بكل أمان وفاعلية، وما هي الميزات التي يقدمها؟ هذا ما تشاهده معي إن شاء الله في هذه الحلقة. أهلا من جديد. بما أننا نتكلم عن الأمان فلا بد من الإشارة إلى متصفح تور. كما تشاهد إذا دخلت إلى موقع مشروح وكتبت فقط كلمة تور ثم ضغطت على أنتر أو أنتخي من لوحة المفاتيح، سوف تجد هنا مجموعة من الشروحات حول متصفح تور، كيفية تثبيته على الويندوز والأندرويد، وكيفية الاستفادة من بعض الميزات المتقدمة التي يقدم هذا المتصفح على متصفحات أخرى مثل جوجل كروم وأيضا فايرفوكس. ويمكنكم مشاهدة المزيد من شروحات تور فقط بالضغط هنا على تحميل المزيد من المشاركات. نعود الآن إلى موضوعنا وهو الآن جوجل كروميوم. ما قمنا به على الويندوز في شروحات سابقة بحيث قمنا بتحسين أدائه عبر إزالة خدمات التجسس الموجودة من طرف شركة مايكروسوفت وتلك الخدمات والبرامج والتطبيقات التي تقوم بإثقال وتبطيء نظام الويندوز، نفس الشيء قام به بعض المطورين مع كروميوم أو الآن جوجل كروميوم، بحيث قاموا بتنظيفه من خدمات التجسس وتلك الإضافات والبلوغنز الموجودة في متصفح جوجل كروم النسخة الرسمية، الشيء الذي يجعل الآن جوجل كروميوم متصفح أكثر أمان من متصفح جوجل كروم وأيضا أسرع من متصفح جوجل كروم. وكل ما عليك فعله هو تحميل هذا المتصفح من هذا الرابط كما تشاهد معي، هناك نسخة التثبيت في الانستولر هنا .exe وأيضا النسخة المحمولة هنا في الزيب، تختار النسخة التي تريد إما نسخة التثبيت أو النسخة المحمولة، لكن تأكد من تحميلي من هذا الرابط من منتدى الجيت هاب، الرابط كالعادة تجده أسفل الفيديو. وكما تشاهد هذا المتصفح مقارنة بالمتصفح جوجل كروم الرسمي يبقى يعني التحديث قريب جدا، وبالتالي يتم تحديثه أيضا باستمرار، فيفتح معك على هذا الشكل كما تشاهد معي متصفح خالي جدا ونظيف بشكل كامل تقريبا، الشيء الذي يجعله كما قلنا أسرع من متصفح جوجل كروم وأكثر أمانا منه أيضا. للإشارة فقط، من بين أهم الميزات التي تم إضافتها إلى هذه النسخة نجد هذا الخيار No Search. إذا ذهبت إلى Search Engine في جوجل كروم النسخة العادية لن تجد هذا الخيار No Search. هذا الخيار مهم جدا لحماية خصوصيتك، فبعض الدراسات أثبتت بأن أي كلمة أو حرف تكتبها في الشريط العلوي لأي متصفح يتم إرسال تلك النتائج مباشرة إلى محركات البحث، وبالتالي فهذه الميزة مهمة جدا. أيضا من المزايا التي تم إضافتها إلى هذا المتصفح هو أنه يمكنك إضافة محرك بحث خاص بك في الAd Search Engine، هنا يمكنك أن تضيفه فقط إن أحببت ليس شرطا، وبالتالي يتم حمايتك أيضا عند البحث في الشريط العلوي للمتصفح. الآن نأتي إلى كيفية تحميل الإضافات، إضافات جوجل كروم في هذا المتصفح. كل ما عليك فعله أولا هو الذهاب إلى صفحة الإضافات في متصفح كروميوم، ثم تقوم بتفعيل وضع المطور Developer Mode، بعدها فقط تذهب إلى هذه الصفحة، الرابط كالعادة تجده أسفل الفيديو، ثم تقوم بتحميل إضافة كروميوم ويب ستور .crx كما تشاهد معي، اضغط عليها ثم اضغط على داونلود، بعدها قم بسحبها هكذا إلى المتصفح كروميوم واضغط على Add Extension، بعدها اذهب إلى الكروم فلاجز، هذا هو الرابط كما تشاهد معي في الأعلى، سوف تجده أيضا مباشرة أسفل الفيديو، يمكنك فقط الضغط عليه للدخول مباشرة، ثم اكتب Extension في مربع البحث وهنا اختار Always Prompt for Install أو Installation،
الآن يمكنك تثبيت الإضافات بشكل عادي تماما كما هو الحال في متصفح جوجل كروم. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه، أتمنى أنها قد أفادتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في قادم الحلقات والشروحات على موقعكم مشروح. دمتم جميعا في أمان الله.